السلام عليكم ورحمة الله أحبتي مشاهدي قناة فلوجة، وحلقة جديدة من برنامج هاتريك. حلقتنا اليوم راح تكون بها الكثير من المواضيع، ومن ضمنها أيضا راح نتابع آخر استعدادات منتخبنا الوطني للشباب اللي يستعد لخوض أولى مبارياته في بطولة أمم آسيا اللي راح تنطلق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم غد بإذن الله. راح يكون مع هذه المباراة راح تكون مع تايلاند. بكل الأحوال الكثير من المواضيع وايضا الكثير من الامور. بعض اللاعبين دائما ما انه الجمهور الرياضي يقول لك ليش ما تسلطون الضوء على اللاعب الفلاني او اللاعب الفلاني. احنا في هذا البرنامج دائما ما نكون بموقف الحياد دائما اتجاه اي لاعب او اتجاه اي مدرب او اتجاه اي شخص يعمل في الرياضه العراقيه، بالخصوص اي شخص عنده مظلوميه مستعدين هنا انه نطرح مظلوميته للجمهور للمسؤولين حتى يوصل صوته. الكثير من الامور انه تحدث، ليش فلان تستدعوه، يعني ليش فلان تستضيفوه واخر ما تستضيفوه. بصراحه وجهنا الكثير من الدعوات، اللي يحب برنامجنا مفتوح يجي يقعد هنا او من خلال مكاتبنا واستوديوهاتنا داخل العراق انهم موجودين ونسمع اراءه، واي عنده اي فكره او اي طرح مستعدين انه نتقبلها ونسمعها. اذا بعد الفاصل راح نتابع وياكم برنامج هاتريك، ابقوا معي. اهلا بكم مشاهدينا. خلي ابدا مع مدربنا الوطني، طبعا مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش. طبعا كاتانيتش غادر الى سلوفينيا بعد انتهاء البطوله الرباعيه اللي من المقرر او اللي اقيمت في العاصمه السعوديه الرياض بمشاركه منتخبات البرازيل والارجنتين والعراق والسعوديه. كاتانيتش غادر الى سلوفينيا في اجازه قصيره طبعا مدتها 7 ايام، راح يتابع من خلالها عدد من اللاعبين المغتربين قبل العودة إلى بغداد ومتابعة الدوري العراقي، ثم البدء بمعسكر للمنتخب الوطني استعدادا لمباراة بوليفيا اللي راح تقام في الإمارات. بصراحة اليوم أمس كان هناك طرح عدد من أسماء من اللاعبين، بعض اللاعبين اللي ما نذكره يوم أمس من خلال يعني لجنة المنتخبات عاتبوا كثيرا الاتحاد العراقي عن طريق توجيه الدعوات. يا أخوان بصراحة هو الاتحاد وأعضاء لجنة المنتخبات حتى السيد فالح موسى قال إحنا راح نقدم أسماء، مو إحنا اللي راح ننطي الأسماء للمدرب كاتانيتش، هو حسب قناعته بعد يقتنع بهذا اللاعب أو ما يقتنع به من خلال متابعاته. سيرتي مع الفريق وغدا ستكون ثالث. منتخبنا الوطني طبعا للشباب يستعد هو الآخر يوم غد إن شاء الله لخوض أولى مبارياته في افتتاح مباريات المجموعة الثانية في بطولة أمم آسيا للشباب اللي تستضيف العاصمة الأندونيسية جاكرتا. منتخبنا راح يواجه يوم غد إن شاء الله في تمام الساعة 12 بتوقيت بغداد منتخب تايلاند، وضم مجموعتنا اليابان وكوريا الشمالية وتايلاند أيضا. كل التوفيق لمنتخبنا الشبابي وقيادة الكابتن قحطان شثير والجهاز التدريبي المساعد له، وأيضا كل التوفيق للاعبينا في هذه المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية مع أداء جيد رغم قصر فترة الإعداد، وطبعا اختيار عدد من اللاعبين اللي هم لأول مرة ما يمثلون منتخب الشباب وأيضا عدد من الأندية. بصراحة حتى الكابتن قحطان شثير مثل ما راح تشاهدون الآن تكلم عن الأحوال الجوية، يعني أحوال يعني الطقس كان جدا سيء خلال اليومين أو 3 أيام الماضية، بحيث هناك أمطار غزيرة، اللاعبين يعني من خلال وحدات التدريبية ربما ما متعودين على هذه الأجواء عكس منتخب تايلاند وكوريا الشمال، عفوا تايلاند يابان كوريا الشمالية متعودين على هذه الأجواء الممطرة. يوم اخر وحده تدريبيه، الاجواء طبعا متقلبه، يعني اجواء غير طبيعيه. نتمنى انه الفريق يعني يتوفق بالمباراه. مجموعتنا منتخب تايلاند واليابان وكوريا الشماليه اتصور متعودين على هاي الاجواء، لكن ان شاء الله فريقنا يعني احنا اكثر من وحده تدريبيه تدربنا على هذه الاجواء، لكن هي تعرف الاجواء غير طبيعيه جدا. نتمنى يتوفق الفريق، نتمنى دعم من الاعلام من الجمهور، لان الفريق اول مره راح يلعب بطوله اسيويه للشباب، تعتبر بطوله كبيره. طبعا لاعبون ايضا ابدوا تفاؤلهم واستعدادهم لهذه المباراه، كل توفيق للاعبينا وللاعبي منتخبنا الوطني للشباب. خلينا نتابع مجموعه من التصريحات ايضا.
اليوم اخر وحده تدريبيه قبل مباراه غد ضد المنتخب التايلندي، استعداداتنا جيده ان شاء الله نكون عند حسن الظن، نقدم مباراه جيده القادم وظل ان شاء الله. غد مباراتنا ضد تايلند بطوله الافتتاحيه مال بطوله اسيا نهايه اسيا، ان شاء الله نتمنى من الله التوفيق. طبعا احنا هدفنا ان شاء الله المنافسه وليس المشاركه فقط، ونتمنى من الله التوفيق. طيب موضوع اخر، كل التوفيق لمنتخبنا الشبابي في هذه البطوله. موضوع اخر، اداره نادي الميناء طبعا المؤقته برئاسه الكابتن اسعد عبد الرزاق، الكابتن اسعد عبد الرزاق قدم استقاله بعدها رجع، راح نتابع الان. يعني اداره الميناء اكملت كافه الامور والمتطلبات لاجراء الانتخابات، وعدد اعضاء الهيئه العامه للنادي طبعا اجتمعت اكثر من اجتماع مع وزاره الشباب وممثليه اللجنه الاولمبيه في البصره، وايضا اللجنه الاولمبيه العراقيه مركز يعني المركز العام ايضا اجتمعوا وناقشوا عدد اعضاء الهيئه العامه، لان مثل ما تعرفون كان هناك هيئتين عامه، هيئه عامه كان يقودها الكابتن جليل حنون، والهيئه العامه الثانيه كان يقودها الكابتن هادي احمد. بصراحه عمل الهيئه المؤقته كان الكثير يعني كثير من المصاعب عليهم وكثير من الضغط عليهم. تم حل هذا الموضوع، هيئة عامة واحدة راح تقام الانتخابات خلال أقل من شهر. هذا اللي نتمناه، أنه الميناء يرجع إلى سابق عهده، والصراعات والخلافات على الكرسي وعلى المناصب أنه تكون بعيدة عن رياضي البصرة ورياضي الميناء. موضوع آخر أيضا، عقود اللاعبين والدفعات يعني من عقودهم تم تسليمها أيضا من قبل الهيئة المؤقتة. مصرين على تشكيل الهيئة العامة اللي تكون ممثلة إلى نادي الميناء، ولا تسمى بالمسميات وإنما تسمى بنادي الميناء لتمثل الشريحة الحقيقية نادي الميناء. وإن شاء الله أقل من شهر إن شاء الله ستقوم الانتخابات للهيئة الإدارية نادي الميناء الجديدة. المستحقات المالية لرواتب اللاعبين الحمد لله والشكر، الفريق اليوم استمر بالتمرين، وان شاء الله عقبه او عقبها من نفس المنوال مستمرين ومستعدين ان شاء الله، والفريق عازمين على تحقيق الفوز اكثر، مو من لان الفريق يحتاج الى هدف، بس الفريق ان شاء الله عازم اللاعبين والكادر التدريبي على تحقيق اكثر من هدف. طيب متابعتنا الاخيره منتخبنا العراقي طبعا بالمبارزه تحت 23 سنه يواصل استعداداته في الفلبين طبعا لخوض منافسات بطوله اسيا. الفئه اللي شارك بها منتخبنا الوطني بالمبارزه هي فئه سلاح الشيش، طبعا كان هناك معسكرات تدريبيه ايضا للمنتخب. نتمنى التوفيق ايضا لمنتخب العراقي بالمبارزه تحت 23 سنه في المشاركه ببطوله اسيا. إذن مشاهدين الحديث أكثر عن آخر مستجدات الرياضة وأيضا مباراة منتخبنا الوطني للشباب يوم غد مع تايلاند، يسعدني أن ينضم معي في هذه الحلقة من برنامج هاتريك الأستاذ القدير والصحفي والإعلامي الرياضي الأستاذ عماد البكر. أستاذ عماد أهلا وسهلا بك في قناة الفلوجة وبرنامج هاتريك. ربما الأنظار يوم غد تتجه أولا لمنتخب العراق للشباب لكتيبة قحطان شثير، ربما لاعبون جدد في صفوف الفريق بعد حل الفريق الأول، وأيضا تشكيل فريق جديد خالي من التزوير بأعمار صحيحة. تحياتي لك أستاذ داود، أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة. تحياتي لك ولجمهورك الكبير، الآن بدأ برنامجك يعني يمتد على مساحة كبيرة من الوسط الرياضي. حقيقة أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة لأول مرة في قناة الفلوجة. شكرا لك. بالنسبة للسؤال أستاذ داود، يعني بالتأكيد كل الوسط الرياضي يعرف أنه منتخب الشباب أمام مهمة ليس سهلة أبدا، مهمة صعبة جدا، يعني لاعتبارات كثيرة، ليس لأنه يعني الفريق المنافس هو فريق قوي، ولكن لأن الفريق جديد بكل شيء، فريق يعني لم تمضي على ولادته سوى يمكن أيام قليلة، يعني أقل من شهر، يعني بدأ الكابتن قحطان شثير رغم أنه ثقتنا العالية بهذا المدرب، لكن الوقت لم يسعفه، بل يعني ربما يعني يمكن
أقل فريق نال فترة إعداد يعني مبارتين أو ثلاثة تجريبية وتدريب قصير جدا حتى لم تتسنى له الفرصة لمعرفة حتى مراكز اللاعبين بشكل يعني واضح. عموما الأمل كبير بشبابنا، يعني مثل ما قلت لك المهمة صعبة لكن الأمل كبير بقدرة شبابنا على تحدي الصعاب، ودائما اللاعب العراقي تحت الضغط تحت الظروف الصعبة كثيرا ما يبدع ويقدم ويعني يحقق نتائج ممتازة. نتمنى، والمباراة الأولى بالتأكيد هي المفتاح، إذا ما استطاع منتخبنا أن يتجاوز تايلند في مباراته الأولى راح. أستاذ عماد، أنا هسه يعني الصور الصور اللي وصلتنا طبعا الأخ أرشد الساعدي المنسق الإعلامي للمنتخب، بصراحة هناك أمطار يعني استمرت يعني أو مستمرة لحد هذا اليوم، يعني صار لها 3 أيام 4 أمطار غزيرة، يعني عواصف رعدية ربما تأثر حتى على أداء المنتخب. يعني المنتخب ما متعلم وما متعود يلعب على أجواء شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، لأن تايلاند اليابان ربما هم متعلمين على هذه الأجواء. نعم نعم، بشكل عام كابتن داود هو اللاعب العراقي يعني للأسف الشديد ما معتاد على اللعب بهكذا أجواء. يعني إحنا كانت حتى يعني أتذكر سابقا حتى مباراة الدوري من الصير يعني أمطار غزيرة دائما ما تتأجل المباريات، وهذا يعني خطأ صحيح. يعني والقضية الكبرى أنه كل مبارياتنا راح تكون بها أمطار، يعني المباريات الثلاث راح يخوضها بالمجموعة حسب يعني اطلعنا على الانترنت وعلى الجو في هذه المنطقة، يعني كل مباراة بها أمطار. ربما هذا يكون عائق أمام لاعبين عن أن يقدموا يعني كل ما عندهم، لكن الأمل كبير بالجهاز التدريبي، الأمل كبير باللاعبين، حتى مو تحت الضغط، مطالبين بنتيجة أستاذ عماد، ما مطالبين بنتيجة اليوم، هم يعني أكيد ما مطالبين بنتيجة، يعني من الظلم أن نطالب شبابنا بتحقيق نتيجة، لكن في نفس الوقت ما يهمنا بالدرجة الأساس هو سمعة الكرة العراقية، ما يهمنا بالأساس هو تشريف الكرة العراقية، إعطاء صورة يعني لمدير البطولة، يعني متابعة يمكن في كل القنوات الآسيوية والعربية والعالمية. يعني فأتمنى أن شبابنا يستطيعون أن تقديم صورة حقيقية للكرة العراقية، صورة مشرقة، صورة مضيئة عن التطور اللي حصل طيب بالكرة العراقية بالفترة الأخيرة، وهذا ما يعني نتأمل به من شبابنا. قبل أن أنتقل إلى موضوع آخر معك، بصراحة يعني المنتخبات الآن بدأت يعني كل حتى الاتحاد وأيضا يعني المدربين للفئات العمرية سواء الأشبال الناشئين والشباب وحتى الأولمبي بالعمل مع أعمار صحيحة بالنسبة للاعبين، هو هذا اللي كان هذا اللي طالبنا، وأيضا طالب بزملائنا الصحفيين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والحث على الاتحاد العراقي والضغط على الاتحاد العراقي لتولي أو لتشكيل منتخبات خالية من التزوير، هو هذا اللي نتمناه بغض النظر عن النتائج، لكن أنت اخسر لكن بأداء، يعني أنت تقدم لليوم أداء حتى لو تخسر لكن أنت تقدم أداء يرضي الجمهور يرضي الجهاز التدريبي يرضي المسؤولين في الرياضة العراقية، هذا اللي نتمناه. بالتأكيد يعني هو الهدف أو الشعار الجديد طيب كل الوسط الكروي أنه نشارك بفرق بأعمار حقيقية، لأنه جربنا يعني ما أريد أقول جربنا تزوير الأسماء أو جربنا اللعب بأعمار كبيرة وبالتالي انعكست سلبا على مستقبل الكرة العراقية، لكن الآن خطوة رائعة يعني تحسب لاتحاد الكرة، تحسب لوزارة الشباب، تحسب لكل القائمين على الرياضة العراقية على كرة القدم العراقية، أنه يعني تشكيل الفرق بأعمار صحيحة حتى لا نغبن حق جيل كامل من اللاعبين، وبالتالي النتيجة في يعني في هكذا وضع ليست مهمة، لكن مثل ما قلت كابتن داود الأداء هو المهم. أتمنى أن يكون بمستوى اللاعبين بمستوى ثقة الجماهير العراقية وأن يخدمون صورة مشرقة عن الكرة العراقية. طيب أستاذ عماد ابقى معي حتى ننتقل إلى موضوع الثاني ويكون هذا الاتصال الهاتفي هو مدخل لموضوعنا. ينضم معي الآن عبر الهاتف الكابتن سامال سعيد كابتن فريق الزوراء، أهلا وسهلا بك كابتن سامال في برنامج هاتريك. الحمد لله على السلامة، وصلت كفريق الزوراء إلى البصرة الآن مو اللي خاض مباراتكم أمام الميناء. السلام عليكم أخي حبيبي، تحياتنا لك كابتن سامان، وصلتوا للبصرة الحمد لله على السلامة.
والله الله يسلمك. حاليا احنا في المطار طبعا مع الفريق والسياره ان شاء الله توجيه للصديق. طبعا انا اشكرك على هذه طيب. المداخله. اني سامال اريد اطرح عليك موضوع، يعني مثل ما تعرف اليوم الجمهور الرياضي، وايضا احنا حتى لا نكون انه محابين لطرف على حساب طرف اخر، دائما ما نكون في البرنامج على الحياديه مع جميع الاطراف، رغم الضغوطات رغم الكثير من الامور، لكن احنا على الحياد مع الجميع. هل تعتقد انت كسامال سعيد كابتن فريق الزوراء، مثلت الزوراء، مثلت القوى الجويه، مثلت العديد من الانديه الجماهيريه، هل تعتقد انه اليوم انت تشعر بالغبن لعدم وجود اسمك ضمن صفوف المنتخب الوطني؟ طبعا الصوت بيقطع بس ثاني. اي اسمعك سامان حبيبي. حبيبي استاذ داود، طبعا موضوعنا هو استعداد لاعبي المنتخب الوطني العراقي. الدعوه اللي بنشوفها احنا احترام كل اللاعبين والناس الموجودين والمسؤولين عن المنتخبات والاتحاد العراقي، لكن الدعوه اللي توجه اللاعب على لازم تكون على معايير اللاعبين، يعني من خلال مستويات الفنيه داخل الملعب والناس اللي تشاهد والصحافه يكون دعوه اللاعب للمنتخب، يعني للمنتخب الوطني طيب يمثل احسن صوره. احنا هذا الشيء يعني صراحه ما قاعد نشوفه. نجعنا يعني داعش هذا الكلام انه اذا مثل منتخب فما اي لاعب يمثل منتخب في المحافل الدوليه زين لاعب يعني شلون نقول ياخذ حقه يقدم وينقل مستوى ويلعب فرق كبيره مثل فريق القوى الجويه ومثل فريق الزوراء ومستوياته الاساسيه مو مشاكسي انا مو متحمل نفسي، لكن الناس اللي معنيين زين وشاهدت الجماهير الكبيره لفريق الزوراء لفريق القوى الجويه هم اللي يعني يقيمون مستوى اللاعب. فريقين كبيرين بالعراق وانا لعبت الحمد لله شكر وقدموا اياهم وانا جاهد اربع سنوات متتاليه كافضل مدافع اخر. وانا هاي اللي اريد اساله، انت اربع سنوات متتاليه كافضل مدافع في الدوري العراقي، هل من المعقول انه اليوم تخلو قائمه المنتخب من اسم سامال سعيد؟ المشكله بس خلينا اكمل انا جاي المشكله انه الاتحاد انا لا عندي مشكله وياهم ولا فد يوم حاجه على عضو من الاتحاد او رئيس الاتحاد تربطنا بيوم علاقه طيبه. وانا من طبع يعني اكمل المباراه او تمرين اكمله واطلع خلاص ما عندي اتصال باي شخص من الاشخاص سواء تعال او المنتخب او اللاعب هو المستوى اللي يقيمه داخل الملعب. المفروض يعني اللاعب يحصل على كافضل مدافع المفروض هذا يفرح بالكادر التدريبي حتى يشوف انه هذا اللاعب شلون والله افضل مدافع شو المجامله وهاي الناس اللي يعني ما يستهمون انهم يختارون اربع سنوات متتاليه او الجمهور الرياضي مع احتراماتي ما يستهمون يقول فلان قدم يعني في فريق من يلعب اللاعب من يلعب الفريق حجم صوتي حجم الزوراء اكيد هذا لاعب متميز راح يكون. مو مدح انا بروح الله شاهد ولا تعالى يعني اعتبر بالاخير لكن هذه مصلحه البلد اللاعب قادر على ان يقدم المنتخب اللي يبدا مو من العمر ماكو عمر بعد هاي العقليات خلينا نتركها مال هذا عمره القد وهذا عمره القد وهذا الشارع ونمشي ورا جماعه اللي يخدمون على البيت هذه الامور نتركها اكو ملعب الملعب هو اللي يحكم على اللاعب بس سامال يقول لك انت كبير بالعمر انا 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 جاي يقولون يعني انه عمر سامال كبير يعني اكثر من شخص نتكلم معه سامال تسمعني يقول لك اليوم المفروض يمثل المنتخب زين سامال تسمعني يقول لك انه اليوم عمر سامال كبير بالملعب يعني عمرك انت كبير يعني ما انهم محتاجين في هذا المركز انه لاعب شاب سامال وياك يا كابتن جمال هاي ماتش كبير هاي نظري شافها طلعت انها ماتش كبير هاي العالم شفت هذا شايف هاي كبيره شايف شو اكثر واحد يشوف زين
اي بس ميراندا اللاعب البرازيلي ميراندا مقول على الارجنتين عمره 34 سنه ويلعب قلب دفاع. 34 سنه عبد الغني عبد الغني 42 سنة ولاعب العاصمة السعودية أو منتخب واللاعب زين سامال أنت تقول أنا صار لي أربع يعني أنت الكل يعرف سامال الكل يعرف أنت صار لك أربع أو خمس مواسم أنت تاخذ أفضل مدافع في الدوري العراقي أربع مواسم أنت ما جالس على مصطبة الاحتياط مع أي فريق مثلته سواء الزوراء أو القوة الجوية اكو تعمد بهذا الموضوع انا انطيني هذا الموضوع انا حتى اليوم احنا من نطرح الموضوع يا عاطف داود حبيبي انت مش مثل فريق القوة الجوية مثل فريق الزهراء هل اثنين انت يعني مثل منتخب العراق اثنين كبار بالعراق يعني ما حد يختلف عليهم وانا ضد التسميات انه هذا لاعب محلي ولا لاعب محترف ما في لاعب العراق له مستوى ثابت طلع يطور من نفسه يطور داخل الدورية انت الدورية كليك ما يتطور شنو السبب غيرك اسباب زين الاسباب شنو هي اول شيء تنظيم الدورة غلط انت تلعب لك ثلاث لعبات وبتأجل سنتين شنو اللي يقدم الكادر شنو اللي يقدم اللاعب يقعد يرجع من جديد هذا كله تاثر على اللاعب وتاثر على المستوى ليش تصير خارج العراق اللاعبين اكو دور منظم اكو بطوله اكو عندك كراس تمشي عليه هذه الامور لازم تكون بالحسبان انت هذا اظن التاجيلات طبعا ينصر على الدوري ويضعفون الدوري ويقلل من قيمه اللاعب المحلي زين زين اليوم 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 اخوك شقيقك سامح سعيد مدافع فريق القوة الجوية ايضا قال احنا نستغرب يعني سواء اسمه هو او اسمك ما موجود ضمن تشكيلة المنتخب الوطني قال احنا لا عندنا عداء ولا عندنا مشكلة مع اي عضو بالاتحاد لكن هنا السؤال يعني هل اصبح انه اذا لا سامح الله اذا في حال انه حدوث اي مشكلة مع اي عضو في الاتحاد يعني اي لاعب اليوم اذا عنده مشكلة ويا عضو الاتحاد يعني ما ينسحب للمنتخب اكو هيك شيء داود حبيبي اقسم بالله يعني انا ان شاء الله دي جاي يعني خاصه مباشره انا توعدني ان شاء الله بعد مباراتكم مع الميناء تكون ضيفي هنا سامان تكون ضيفي طيب كل الاخوان بالاتحاد او كانت التدريب او كمان ما عاد في مشكله الحمد لله والشكر فان شاء الله يعني تكون لنا فرصه وحتى نسولف على ما يدير نطلع لقاءات يعني أنا تشعر بالظلم انت تشعر انت اليوم انظلمت هذا شغل مو ترويج يعني ما احب الامور انه تعال الانسان يكتب لي هاي الحمد لله شكرا اعرف كل زين اعرف صحيح يعني بصراحة أنا لو ما اليوم أنا إلحاحي عليك والله أنت مصرح أنا أعرف هذا الشيء واليوم لحيت وأكثر من نص ساعة أنا أتكلم وياك على هذا الموضوع وعلى ما قنعتك يعني هاي أمانة وللتاريخ أقولها وللجمهور أنه سامال اليوم ما راد يطلع ويانا بالبرنامج وعلى لو ما إلحاحي وعلاقتي الشخصية القوية بي ما كان ظهر بالبرنامج سامال تشعر أنت لاعب اليوم مظلوم بعدم استدعائك لصفوف المنتخب الوطني تشعر اليوم انه انت لاعب ربما تفيد المنتخب في بطولة امم اسيا اخي داود حبيبي استغفر الله يعني استعان منك في هذا الحكي كعالم يعني نفوسه ضعيفه قلت لك هذا طلع في يعني ما له علاقه عن العالم فين كان بشرفك يعني صار سنوات انت عن المنتخب علي اساس شنو الفرصه اللي اخذتها يعني انا بعد البطوله 2011 نجي الكابتن حكيم نوجه له تحيه يعني بعد وراها صار كذا صابت ما عندي المنتخب يعني من ذيك الفتره انا قمه عطائي يعني خمس سنوات ثلاث سنوات جريمه شنو نترك يعني حتى جوزاني مثل حاكي ولا عمره انا مزعل احد خلينا نترك هذه السوالف هاي بعد نترك هاي العالم كيف العالم تجارب ما يشيل ينحط على الغير يجي اللاعب اللي يخدمه يشتغل يخليه خليه يلعب الطريق ويخلص خلينا نترك هاي الامور ما توصل النتيجه لا ادري اقدم ادعي ما عندي مشكله يجي يقدمني يروح الله ما حد يقعد وياه عندي وياه طيب
بس بصراحة يعني هسه من خلال حتى البث المباشر يعني الكل يقول لك انه سامال سعيد لاعب مظلوم ويفيد المنتخب. سامال يعني هسه من خلال التعليقات اللي قاعد توصلني من خلال البث المباشر يعني الكل يقول لك سامال لاعب مظلوم سامال سعيد. طيب قطع الاتصال مع الكابتن سامال. يعني هذا كان موضوعنا بصراحة. استاذ عماد احنا كنا نتكلم عن منتخب الشباب وجاهزية منتخب الشباب لمباراة تايلند، هذا كان محورنا الاول. محورنا الثاني هو حول استدعاء بعض اللاعبين الى صفوف المنتخب الوطني. طبعا انا اشكر الكابتن سامال سعيد لمداخلته في برنامج هاتريك. نتمنى ان شاء الله هو وعدنا ان شاء الله انه يكون ضيفنا في الحلقات المقبله، من الممكن يكون الاسبوع المقبل ان شاء الله ضيف في برنامج هاتريك. استاذ عماد سمعت سامال، ربما اليوم اكو لاعبين يحسون بمظلوميه بمظلوميه انه عدم استدعائهم اليوم يعني حتى على الكابتن احمد خلف، انه بصراحه يعني هاي اتمنى رساله انه توصل له انه بعض اللاعبين بالفعل يستحقون يتواجدون. احنا ما نريد نسوق للاعبين هنا، بالعكس احنا نقف على الحياد وعلى مسافه واحده من جميع اللاعبين. استاذ داوود يعني هذا الكلام احنا يعني نردده مع كل مدرب جديد. احنا مشكله مو مشكله المدرب ولا يعني مشكله اللاعب، المشكله مشكله الاليه اللي يعتمدها اتحاد الكره او يعتمدها المدرب في عمليه استدعاء اللاعبين. انا يعني رغم تاكيدات اتحاد الكره بانه اللاعبين تمت دعوتهم من قبل المدرب، لكن انا يعني وجهة نظري أشعر أنه هناك من يعني أعطى للمدرب قائمة بالأسماء وهذه القائمة تغيرت أكثر من مرة يعني بفعل فاعل وليس عن طريق المدرب. عموما المدرب مشكلة، مشكلة الاتحاد. المشكلة إحنا دائما ما عدنا آلية واضحة، ما عدنا طريق واضح لا بالدوري ولا بعملية إعداد المنتخب ولا باستدعاء اللاعبين ولا باشتراك بالبطولات. كلها تصير يعني شغلات آنية، ردود فعل فقط، ردود فعل سريعة لحالة معينة. يفترض بالاتحاد أن يوفر الفرصة للمدرب على الأقل. إحنا 4 أو 5 أدوار مرت على الدوري، يفترض أن يكون المدرب شاف 4 أو 5 أدوار اللي مضت حتى هو يختار، حتى يطلع الاتحاد من يعني من 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 هذه القضيه، من هذا الذنب، من هاي المسؤوليه. يفترض ان المدرب شاف الفرق كلها الان وقدر يختار، خاصه الفرق الكبيره. يعني احنا كم فريق ممكن ان تعتمد عليه في عمليه استدعاء اللاعبين؟ 6 أو 7 فرق من 20 فريق، ذول 7 أو 8 فرق يعني او 6 أو 7 فرق. المدرب يفترض ان يكون متابعهم في يعني في كل مبارياتهم اللي مضت وهو اللي يختار. احنا اذا الاتحاد اسبوع ما ادري 10 ايام او اكثر ما يعرف يجيب المدرب من اربيل يجيب البغداد حتى يشوف الدوري. يعني شلون بسر دفتر، شلون يصير، شلون ممكن ان يصير عندنا منتخب؟ احنا يعني ما عندنا تخطيط، ما عندنا وضوح بالرؤيه، ما عندنا عداله حتى بعمليه استدعاء اللاعبين. ليس فقط سامال، تحيه للاعب سامال الصديق والاخ واللاعب المبدع والمثابر والخلوق حقيقه، وفعلا هو واحد من الاسماء اللي تستحق ان تكون موجوده بالمنتخب. ليس سامال وحده، لكن هناك العديد من اللاعبين. شلون ممكن ان نحقق العداله في هذا الموضوع اذا لم يكن الدوري هو المعيار الاساس في عمليه اختيار اللاعب للمنتخب؟ فأي معيار ممكن أن نعتمده آخر غير الدوري؟ يفترض أن يكون الدوري هو البارامتر اللي يمكن من خلاله أن يعني صورة اللاعب سواء زين. اللاعب تصاعد. أنا أكو شغلة أستاذ عماد، هسا أكو شغلة خليك وياي. يعني اليوم هسا من خلال حتى يعني الكل من يتحدث أنه فلان لاعب يستحق، فلان لاعب يستحق، فلان لاعب، حتى الأسماء اللي تطلع، يعني حتى الأسماء اللي تطلع اليوم احنا ما نريد انه ترويج لشخص بقدر ما هو طرح مظلوميته هذا الشخص انه نوصل صوته. يعني انا استضافيت كرار هنا في البرنامج وتحدث، قال انا ما عندي اي مشكله، كان عندي مشاكل قديمه مع الاتحاد، كنت في فتره مراهقه، ربما الان حتى كرار تبدل، يعني حتى الشخصيه كرار عن ما كان في فتره المراهقه أكيد. ربما اليوم اصبح لاعب اكثر نضوجا في كره القدم، اصبح ربما احتراف، صار لأكثر من سنوات، يعني سنوات عديدة ومحترف خارج العراق، هاي أعطته أيضا خبرة. اليوم ليش ما هذا اللاعب
الاتحاد يقول للمدرب اوكي، هي شغله انه انت ما قلت استدعاء اللاعبين خلي تكون حصرا بيد المدرب، والاتحاد ما له شغله بعمليه استدعاء اللاعبين. هذا الموضوع، ليش ما المدرب اني اساعد المدرب انطيه اقراص اقول له تعال شوف هاي الفيديوهات لفلان لاعب فلان لاعب فلان لاعب وانت اختار، انا اضع الكره في ملعب المدرب. نعم اليوم انا ما افرض عليه اسماء هو هذا ولا اقول له فلان لاعب فلان لاعب فقط ذوله، ما اجيب لاني مثلا سبع لاعبين واقول له اختار من ذوله السبعه، لا اجيب له عدد كبير من اللاعبين واقول له اختار. استاذ داود هو يعني المدرب اجى بوقت قبل الدوري بايام، صحيح الوقت ضيق لكن اجى قبل الدوري، المهم يعني صار العقد وياه قبل بدايه الدوري او يعني بالدور الاول، يعني اكو فرصه. احنا هسه احنا وصلنا الدور الخامس، يعني اكو فرصه لان يشوف حتى لو شوط من كل مباراه، اكو فرصه ان يشوف المدرب يشوف اللاعبين، واكو اقراص قديمه مثل ما تقول ممكن ان المدرب هو اللي يختار حتى تصير بعاتق المدرب، يعني لا نظل احنا بعدين. هي يعني مشكلتنا احنا ما نعرف الاستقرار، يعني مشكلتنا انه احنا يوميا عندنا كل ما يجي مدرب كم مدرب تغير خلال العشر سنوات الاخيره، يعني فد عدد مو طبيعي، فكل مدرب يجي نفس الاسطوانه المشروخه، اريد ابني فريق، يبدي يغير ويجيب ويطلع ويبني فريق، وهاي عمليه بناء، بعدين ورا اربع خمس اشهر تغير هذا المدرب، اكو مدرب تغير ورا مباراه واحده، يعني كما حصل مع يعني السيد أكرم سلمان كل الاحترام والتقدير إليه، يعني لعبنا لعبة ويا اليابان ودية وتغير المدرب. غريبة يعني غريبة جدا، يعني يفترض أن المدرب يأخذ يعني حقه في عملية في الوقت على الأقل، المنتخب أيضا حتى اللاعب، يعني كل ساعة اللاعبين متغيرين، يعني فد عملية ابدا ليست طبيعيه ابدا، يعني ما معقوله. احنا نعرف كل منتخبات العالم، اقدر اعدد لك اسماء يعني كثير من المنتخبات العربيه والعالميه على اسماء اللاعبين، المنتخب العراقي الوحيد اللي ما اقدر اعدد لك اسماء لاعبيه لان كل يوم يتغير، يعني كل شهرين ثلاثه راح اكو تغيير بالشسمه، شو وقت تستقر التشكيله وبعدين عمليه التجديد تصير بلاعب بلاعبين ثلاث لاعبين، يصير عمليه تجديد وضغط دماء جديده، مو احنا كل مدرب يجي دز على تشكيلة كاملة وتغيرت أريد أبني فريق، وبعدين يرجع يريد يبني الآخر الوراء هم يريد يبني جسمه، يعني ملينا من عملية البناء، وبالتالي أي بناء ما موجود، بالعكس احنا يوميا اكو يعني يتهدم ركن من أركان الكرة العراقية. زين أنا هسه وجهة نظرك يعني جدا محترمة وجميلة جدا، لكن اليوم المدرب ربما انه ما نقدر نحكم حتى عليه كصحافه كاعلام كجمهور حتى كمحللين طبعا. ما تقدر تحكم اليوم على المدرب صح لو لا؟ انت ثلاث مباريات عندك، انت لاعب ثلاث مباريات وديه، كويت ارجنتين تجي تلعب ويا السعوديه، يعني عرفت شلون؟ ثلاث مباريات راح تجيك بوليفيا وراها اوزباكستان صين، ربما قبل لا تروح الى امم اسيا راح تلعب مع فلسطين، يعني تقدر حتى في امم اسيا، يعني بعض المدربين عندما استضافتهم في البرنامج والمحللين قالوا حتى امم اسيا مو معيار حقيقي انه نقدر نقيم عمل المدرب. لا طبعا، يعني من الظلم ان تقيم عمل مدرب من خلال مباراه او مبارتين ولا حتى يعني 10 مباريات، يعني يفترض ان ياخذ الفرصه الكامله حتى يجرب لاعبين، حتى يختار لاعبين، حتى ممكن يخلق تشكيل، حتى ممكن يعني يدرب اللاعبين على اسلوبه وعلى الطريقه اللي يعني يلعب بيها حتى ممكن ان تحكم عليه، اما تحكم على مدرب من خلال مباراه، اي مباراه، يعني مباراه الكويت قبل يوم او يومين جرى تجميع اللاعبين وراحوا للمباراه، يعني مباراه للنسيان هاي مال الكويت، اما مباراه الارجنتين فهي مباراه يعني ليست صالحة أصلاً لعملية يعني التقييم أو الاختيار، لأنه يعني أنت تعرف ظروف المباراة وشلون لعبنا، يعني حتى أي فائدة ما ممكن أن نجني من عدها المباراة، ربما مباراة السعودية فعلاً حقيقة كانت يعني اختبار واضح للمدرب وللاعبين، وخصوصاً للاعبين حتى ممكن تبين يعني إمكانياتهم أمام المدرب، لكن هي مباراة واحدة، هل ممكن أن تكون معيار حقيقي؟ هل تكون أن تعطي صورة كاملة للجهاز التدريبي حتى ممكن أن
على ضوءها يبني استراتيجيته او يبني خططه او يبني افكاره، المدرب يبني افكاره حسب امكانيات اللاعبين، مو بالعكس، مو اللاعب يبني شو اسمه، المدرب ادواته اللي موجوده شلون ممكن ان يستثمرها ويستغلها بصوره صحيحه. فاذا ما حصل على وقت كافي، اذا ما حصل على مباريات كافيه، يعني من الظلم أن تحكم على المدرب. أنا ضد الحكم الآن من المدرب، يفترض أن يأخذ وقت كافي. ما أقدر أقول لك المدرب ينجح لو ما ينجح الآن، مستحيل. يعني يفترض أن يمر وقت ليس قليل، حتى يعني الفترة اللي تسبق أمم آسيا ترى فترة قليلة جدا يعني بالقياسات العامة، يعني شهرين أو ثلاثة أشهر حتى ممكن أن يسمى، مو فترة كافية جدا للبناء. وهم راح نرجع البناء، هم هاي المشكلة أستاذ عماد، هاي المشكلة اللي جاي دائما نعاني منها، إنه ترجع تبني تستعد والمدرب إنه يتغير وتجيب غير مدرب، وهذا المدرب يرجع ويعطيك يعني الكثير من الأمور. طيب أبقى يا أستاذ عماد، خلا أخذ بعض التعليقات طبعا لجمهورنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ربما الحسين مصباح الهدى قال: السلام عليكم أخي داود، اللاعب علاء عباس يستحق اللعب في المنتخب، لاعب الزوراء الحالي، تحياتي لك استاذ داود المحترم، بمكان محمد داود علاء عباس ومكان مصطفى ناظم عباس قاسم وقطع. هذا رعد الفرطوسي. الحسين مصباح الهدى ايضا راد عليه: رحيم غضير، هذا المدرب ما يفتهم وما يعرف الجهه اليمنى ما بها لاعب زين، هاوبير مصطفى وبطرس افضل من هذول. بعد عندنا اصعدنا اللي فوق شويه، راد فرطوسي: عباس قاسم مظلوم صح، بس سامال لا، شمس الفلوجه، كابتن داون نتمنى استضافه علي عدنان بخصوص التهجم الاخير الذي حصل عليه. طيب ان شاء الله عمي، والله سامال سعيد مظلوم ايضا. عادل يقول: كابتن داود رجاء اختصر السؤال، صار تدلل اكو هنا على موضوع هنا النورس الزورائي، ماكو تزوير ولا سيئون للكره العراقيه وتاريخها وانجازاتها الشبابيه. يسألون على اللعبة، الأغلب الأخوان هنا يسألون على مباراة العراق وتايلاند يوم غد اللي هي راح تقام في الساعة 12 بتوقيت بغداد، أيضا ذاكرين أنهم. طيب هذه هي مجموعة من التعليقات لجمهورنا الرياضي من خلال طبعا مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا صفحة البرنامج في البث المباشر. طيب أرجع إلى الكابتن أو الأستاذ عماد البكري، يعني الكثير من الأمور وحتى المدربين اليوم أنه ما يعني ما يقول لك أنه اليوم ما يختلفون على لاعب، ما يختلفون، مستحيل أنه أكثر من مدرب ما يختلفون على عدد من اللاعبين، لكن هل أصبح بالفعل أنه عملية استدعاء اللاعبين هي تخضع لبعض المجاملات وتحرك يعني أطراف على حساب يعني أطراف أخرى؟ يعني تعرف انت اكو اطراف تتحرك لاستدعاء اللاعب الفلاني لابعاد اللاعب الفلاني. نعم. تعرف هذا الموضوع يعني للاسف الشديد ما اقدر انفي هذا الموضوع، يعني اقول لك ماكو مجاملات ولا اكو يعني اعتبارات خاصه. نعم موجوده المجاملات، يعني انا استغرب يعني داود اذا يعني تذكر او انت يمكن احنا جينا نتذكرها كل الزين، يعني بالسابق حتى كان من ايضا كانت صعوبه ان تحصل مباراه يعني مباريات شو اسمه كان ودية. يعني يصير منتخب ألف، منتخب باء، منتخب جيم، منتخب دال، أربع منتخبات أو منتخبين أو ثلاث منتخبات، ويصير بيناتهم مباريات أمام الجهاز التدريبي، ويختار من هاي المنتخبات الثلاثة أو الأربعة يختار لاعبين. أولا أنت دا تعطي حق للاعب، دا تستدعيه، يعني أي لاعب يستحق دا تستدعيه، لأن يعني أربع منتخبات عندك، صح. فتختار أربع منتخبات وتسوي بيناتهم مباريات، يعني خلال يومين أو ثلاثة أنت تلعب يعني ثلاث أربع مباريات. ممكن أن بهذه الطريقة ممكن أن يعني تختار اللاعب حسب كفاته، حسب قدرته، حسب إمكانيته من خلال هذه المباريات. كل اللاعبين اللي تنطرح أسمام أو اللي يستحقون أن يدعون منتخب راح يلعبون بهذه المنتخبات، أربع منتخبات أكثر من 50-60 لاعب، فبهذه الطريقة تقدر تختار منتخب إذا هو يريد يبني منتخب.
او يعني وهذا المنتخب يفترض ان ما يكون عرضه للتغيير يعني بين فتره واخرى. منتخب يستقر مع ضخ مثل ما قلت لك قبل شويه، ضخ دماء جديده بين فتره واخرى، تعزيز خطوطه بين فتره واخرى، لاعب يعتزل، لاعب ينصاب، لاعب ينخفض مستواه، اكو البديل ماله جاهز. زين، اما بهذه الطريقه يعني لاعب يضمن وجوده بالمنتخب وهاي يغمض عيونه وينتهي الموضوع، يعني هو يعني موجود ما إلى بديل ولا إلى منافس. صحيح، لا إلى بديل ولا إلى منافس، إنه هاي خلال مشكلة. صحيح لولا ولا بديل ولا منافس، هاي مشكلة، هاي مشكلة هاي عانينا منها في فترة سابقة يعني، والآن لا زالت موجودة. يعني يفترض أن يكون اللاعب دائما يشعر في أي لحظة يشعر إنه المنافس ماله موجود، إنه البديل ماله موجود، ممكن أن بس ينخفض مستواه، بس يتقاعس شوية، أكو بديل راح يحل بمكانه وضيع عليه الفرصة. طيب كاتانيتش ربما في إجازة قصيرة اليوم في سلوفينيا 7 أيام، راح يرجع يتابع عدد من اللاعبين في الدوري المحلي. ربما برأيك هل سيقتنع كاتانيتش وقال هو وحتى مدربين الكابتن عباس عبيد قال الدوري العراقي ضعيف، كاتانيتش قال مستوى الدوري العراقي ضعيف، هل باعتقادك أنه راح يقتنع بعدد من اللاعبين من خلال الدوري العراقي؟ بصراحه استاذ داود انا ارجح فكره، او يعني هو المدرب اعتقد راح يعتمد بالدرجه الاساس على اللاعبين العراقيين المحترفين او بين قوسين المغتربين بالخارج، يعني راح يعتمد بشكل اساسي على هؤلاء اللاعبين. نعم الدوري العراقي يعني ليس ذلك الدور القوي اللي يعني اعتدناه في السنوات السابقه، الدوري العراقي ضعيف. وبعدين يعني شبس اخذ اجازه، يعني انا استغرب مدرب هو هسه اجى ياخذ اجازه، مو الدوري شلون راح يشوف الدوري، شلون راح ممكن اللاعبين، لا مو هاي الفتره 7 أيام يمكن راح يشاهد المغتربين اللاعبين اللي يلعبون باوروبا، يمكن ممكن يعني يروح لسلوفانيا يشوف اللاعب، احنا حتى ما عندنا لاعب بسلوفانيا، وين راح لا ورايح لبيتهم غير رايح لبيتهم شوي اجازه خطيه، يعني ها مشكله راح تتكرر راح تتكرر مال زيكو، يعني كابتن زيكو نفس الحاله، من يبدي تخلص المباراه راح اجازه او راح للتلفزيون او ما ادري وين راح كان يشتغل هو زيكو نفس صحيح. الحاله، مع احترامنا الكبير لاسم زيكو مدرب على مستوى عالي جدا، بس المشكله ايضا ما كان متواجد يعني بالساحه، هاي يعني هاي المشكله، احنا نحتاج مدرب ان يكون يعني موجود. أنا كنت أتمنى على الاتحاد العراقي أن يبقي على المدرب السابق للمنتخب، ومن يجي مدرب شو اسمه ممكن أن يكون ضمن جهاز التدريبي على يبقون اللاعبين اللي يعني هو مستدعيهم، والمدرب راح يكون خير عون للمدرب الأجنبي، المدرب السابق للمنتخب يعني يكون ضمن جهاز التدريبي، ويكون خير عون للمدرب الأجنبي للكاتنيش. وبعدين بنفس الوقت راح ممكن المدرب يشوف الدوري العراقي، تصير فرصه ان يشوف الدوري العراقي ويعزز هاي الاسماء اللي كانت موجوده سابقا باسماء جديده او تغييرات يعني في مراكز معينه، حتى ممكن ان نستثمر الوقت لان الوقت ضيق. طيب فنيا استفدنا من يعني من وجهه نظرك، فنيا استفدنا احنا من اليوم من البطوله الرباعيه؟ انا اقول ربما انه مباراه السعوديه هي اعادت نوعا ما الثقه بالنسبة للاعبين، وحتى نعم. تعرفنا على طريقة وتفكير كاتانيتش، شنو اللي يريده كاتانيتش اليوم من البطولة، يعني من المنتخب، من اللاعبين، ربما حتى خطة جديدة، يعني أول مرة شاهد احنا منتخبنا يلعب بهذه الخطة أو بهذه التشكيلة وبروح واحدة في الدفاع وفي الهجوم. يعني الاستفادة استفادة كبيرة جدا، أنا ما أقصد الاستفادة الفنية من أقول كبيرة جدا، لكن المشاركة بالبطولة الرباعية نقلة مهمة. طيب. في مسيرة الكرة العراقية، أنت عد ما تشترك في بطولة مع البرازيل والأرجنتين، وهذه البطولة تنقلها 30 قناة عربية وعالمية، واسم العراقي يتردد في كل مكان بالعالم، وكرة القدم العراقية يتردد اسمها في كل مكان، هاي بالتأكيد يعني بيها مردودات إيجابية لا تعد ولا تحصى. لكن من الناحية الفنية أشوف فقط مباراة السعودية استفادينا من عدها بشكل حقيقي. طيب. بين معدن اللاعب العراقي بشكل واضح، وقدمنا مستوى يعني من يعني واحدة من المرات القليلة اللي أشعر بالمتعة بإداء المنتخب العراقي في مباراته مع السعودية. يمكن ذكرتنا مباراتنا ويا السعودية في 2007. نهائي آسيا 2007 عندما
احرزنا من يعني احرز منتخبنا لقب البطوله. طيب. يعني ذكرتنا من ناحيه الحماسه، من ناحيه الاثاره، من ناحيه المستوى، من ناحيه طيب. رغبه اللاعبين بتقديم شيء مهم. اكيد طيب. اكيد استفدنا من عدها. لكن اذا تسالني على المباراه الاولى مع الارجنتين، ربما استفدنا فقط من ناحيه اللاعب العراقي شعر انه ممكن ان يلعب امام يعني امام الارجنتين امام البرازيل عالمي. طيب اما فنيا لا، ما استفاد. يعني راجعين كنا لي ورا، وهم يعني تمرين كان كلش مفيد بالنسبه للمنتخب الارجنتيني. طيب استاذ عماد البكري، ما استفاد منها بشكل يعني نعم. واضح. استاذنا العزيز استاذ عماد البكري، تحياتنا لك وشرفتنا اليوم ونورتنا بحضورك في برنامج هاتريك، ونتمنى ان شاء الله انه ما تكون هذه اخر مره، دائما نلتقيك وتكون ضيف دائم في برنامج هاتريك. شكرا لك استاذ عماد البكري الصحفي والاعلامي الرياضي القدير، كنت معي من اربيل. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعتكم هذه الحلقه، التقيكم الاسبوع المقبل الى اللقاء.